مساء الخير على حضراتكم، أهلا بيكم وحلقة جديدة من أصل الحكاية. سنة 1961 المجتمع المصري كله والمحبين للفنون قاموا على فيلم عبقري لسه عايش معانا لحد دلوقتي، وهو فيلم السفيرة عزيزة. الفيلم ده كان فيه كل أيقونات الجمال، شكري سرحان بوسامته وبجماله، أيقونة الجمال اللي لحد دلوقتي السينما المصرية عاجزة على إن هي تجيب واحدة شكلها، سعاد حسني، عادل كاسب، وداد حمدي، والحقيقة كمان أيقونة الإبداع والكوميديا الراقية عبد المنعم إبراهيم. فيلم السفيرة عزيزة. إيمان، هو أنت النهاردة هتكلميني عن فيلم السفيرة عزيزة؟ لا طبعا مش هكلمكم عن فيلم السفيرة عزيزة، وإن كان الفيلم ده واحد من أجمل الأفلام اللي تناولتها السينما المصرية واللي ظهر علينا زي ما قلت لحضراتكم في عام 1961، لكن أنا النهاردة هكلمكم عن حاجة تانية مختلفة. السفيرة عزيزة كانوا بيقولوا عليها سفيرة عزيزة لأن هي رمز للجمال، ومش الجمال بس، الجمال وخفة الدم والأصل الجامد جدا، وشكري سرحان كان بيخاف حتى يقول اسم السفيرة عزيزة. بس هو في حاجة اسمها السفيرة عزيزة؟ كل ما بنت تتدلع ويكون عندها إمكانيات كويسة جدا، سواء كانت مؤهلات علمية أو جمالية، يقولها أنت فاكرة نفسك السفيرة عزيزة؟ وفضل المصطلح ده معانا لحد دلوقتي. طب إيه هو أصل المصطلح ده؟ وهل المصطلح ده ليه فعلا مرجعية أو ليه أصل؟ بما أننا احنا بنتكلم في أصل الحكاية، دايما هقول لحضراتكم أصل الحكاية كان إيه؟ أصل الحكاية إنه في سنة 1919 اتولدت بنت شديدة الجمال وشديدة الذكاء، هي عزيزة شكري، السفيرة عزيزة اللي هتبقى سفيرة بجد، وأول امرأة مش مصرية بس، امرأة عربية ومصرية تمثل بلدها فين يا جماعة؟ في الأمم المتحدة. السفيرة عزيزة شكري واحدة من أيقونات الثقافة والإبداع في مصر وفي الوطن العربي. مين هي عزيزة شكري اللي لحد دلوقتي بنتكلم عن أي بنت تتدلع تقول لك لا أنا عايزة فيلا في المكان الفلاني، ليه؟ هو أنت فاكرة نفسك السفيرة عزيزة؟ السفيرة عزيزة اتولدت سنة 1919، والحقيقة التاريخ ده مصر كانت فيها ثورة عظيمة جدا، ومصر كان فيها مدارس مهمة جدا، لكن تعليم البنات كان على قد حاله. السفيرة عزيزة أو عزيزة شكري الحقيقة اتولدت لأب طبيب، وفين يا جماعة؟ ما كانتش في القاهرة، ولا كانت في جاردن سيتي، ولا كانت في مصر الجديدة، ده كانت فين؟ كانت في بلد اسمها ميت غمر، مركز ميت غمر اتولدت عزيزة شكري اللي أصر أبوها إنه يعلمها، وبالفعل ألحقها بالجامعة الأمريكية. واتخرجت سنة كام؟ اتخرجت في بداية الخمسينات. والحقيقة أن عبد الناصر الزعيم الراحل كان مغرم بيها جدا، مش مغرم بيها الغرام اللي انتوا فاهمينه، لا، كان بيحبها جدا، لأن البنت اللي اتربت في قرى محافظات مصر المختلفة واللي مهتمة بشؤون الفلاحين كانت البذرة التطوعية بتاعتها باينة من وهي في الجامعة الأمريكية. اتخرجت من الجامعة الأمريكية لدرجة إن الزعيم جمال عبد الناصر كان بيقول لبناته أنا نفسي تطلعوا زي عزيزة شكري. اتجوزت السفيرة عزيزة شكري في التوقيت ده من سفير مصر في الولايات المتحدة الأمريكية، والحقيقة إنها لعبت دور مهم جدا 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 في الظروف الاجتماعية المصرية، وتحديدا في إيه بقى؟ قضايا ما كانتش بتترك على البال، تنظيم الأسرة، أول سيدة تطالب بتنظيم الأسرة، أول سيدة تناهض الختان، أول امرأة تتكلم عن إنه إحنا بنختم بناتنا ليه أو بنختم بناتنا ليه. الضرب الزوج للزوجة، ودي كانت موجودة في التوقيت ده في الخمسينات وقبلها عادي، يعني الراجل بيهزر مع مراته فرزعها علقة مش مشكلة، لكن هي اتكلمت على إنه ليه الريف المصري ما يبقاش فيه نادي اجتماعي، ويبقى حق البني آدمين إن هي تعيش حياة حلوة بغض النظر عن هو عايش في قرية ولا عايش في المدينة. ليه ما يبقاش فيه حضانة نودي فيها الأطفال الصغيرين يقدروا يتعلموا مجموعة من السلوكيات ومجموعة من اللغات المختلفة، وننمي مهاراتهم في الأرياف. وبالفعل كانت أول حضانة تنشأ كانت في ميت غمر بلدها، وكانت بتدي نموذج وانطباع مختلف، وكمان النوادي الرياضية اللي انشأت في القرى المختلفة في مصر كانت بفضل فكرتها. هي دي عزيزة شكري اللي حبيت أعرفكم، الست الجميلة الرشيقة المهمة اللي ليها تاريخ كبير وليها كتب ومؤلفات كبيرة جدا بتتكلم فيها عن النهضة المجتمعية اللي احنا بنطالب بيها لحد دلوقتي في 2023.
دي بس كانت مقدمة النهاردة، إن شاء الله هكون معاكم على مدار ساعة هنتكلم فيها في موضوع مهم جدا عايزة حضراتكم تأهلوا نفسكم ليه. ايه الموضوع المهم جدا؟ الموضوع المهم جدا ان المرأة هي نص المجتمع، لا مش نص المجتمع بس كمان، لا هي نص المجتمع وهي القادرة على انجاب النص التاني، يعني هي مش زوجة بس، هي ام حضرتك وام حضرتي، هي اخت حضرتك واخت حضرتي، هي تفاصيل كتير، هي بنتك، هي اختك، هي زميلتك، هي حاجات كتير. يعني لما نختلف في حتة ان هي كونها انها مراتك مش معقول ان احنا هنكرهها او نسيبها كده في الثلاث ارباع التانيين، لا 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 هو ربع باظ، لكن في ثلاث ارباع حلوين جدا المفروض ان احنا نهتم بيهم. ليه طول الوقت الناس لما تشتم بالأم؟ يعني لما تحب تغيظ واحد قوي تشتمه بأمه، تشتمه بأمه ليه؟ لما نيجي نتكلم في تفاصيل استنكارية، مش هقول اللفظ برغم ان هو لفظ دارج جدا وهو ايضا مشتق من اللغة العربية، لكن بما ان العرف المصري ما بينطقهوش فانا مش هقوله، وانتوا اكيد كلكم هتعرفوه. دايما يقول لك ده واد ابن ست، او اللي ربته انتوا عارفين اللفظ، لكن انا همشيها واحده ست. طب ما هي الست هي اللي بتربي بجد، يعني سواء موجود الراجل او مش موجود الراجل الست هي اللي بتربي. طب ليه لما نيجي نقول حاجه استنكاريه نقول لك وحياه مامتك، في حين لما نيجي نحلفك بالغالي بقى نقول لك ايه ده بجد والله وحياه ابوك؟ شوفوا اللغه مختلفه ازاي، هنا فيها رجاء وتوسل اللي هي ايه ده بجد والله وحياه ابوك، والثانيه وحياه مامتك او وحياه الست والدتك. ليه طول الوقت لما بنحب نأذي قوي نشتم بالأم؟ يعني لما تحب اتنين شباب كده مش متربيين الحقيقة يقعدوا يشتموا فيشتموا بالأم ليه؟ طب ما هي أنا اتولدت من ست وحضرتك اتولدت من ست، ما هو أنت عندك أم وأنا عندي أم، حضرتك ما اتولدتش كده، ليه الأذية دايما تيجي من ناحية الست؟ ليه الست المطلقة تحديدا عندها يعني ما بيصدقوا الناس يعرفوا طرف الخيط كده أنها مطلقة ويبدأوا بقى اصل العيال مش متربيه، حتى لما يروح الولد يخطب دايما يبقى في لحظه كده يقول لك ايه ما اصل هو تربيه ست. حتى لما بنشتم يبقى حد عمل غلطه بالعربيه قدامه او حد عايز يقول له ما هي امك اللي جايباها. في تفاصيل كتير جدا احنا عندنا ازدواجيه فيها، احنا في تفاصيل كتير بجد عندنا ازدواجيه فيها لازم نناقشها. لو حضرتك وانت بتتفرج عليا او حضرتك عندك قصه حلوه، عندك نموذج لأم جوزها مات وهي عندها أولاد صغيرين ربت وشالت وكبرت وخرجت عبكرة، كلمونا يا جماعة احنا قاعدين اهو وتليفوناتنا موجودة، كلمونا وقولونا على تجاربكم الشخصية وقولونا على أمهاتكم وموقعها من حياتكم وازاي ضحت وكبرت وربت وعلمت وصرفت من غير ما تضايقكم في يوم ولا تأثر عليكم. مش بقول ان الأب مهم، بس في حالة انه مش موجود ازاي هي قدرت تبذل المجهود ده. هستنى تليفوناتكم، هستنى ارائكم، هستنى كل التفاصيل الحلوه الايجابيه اللي هتنور حياتنا بعد الفاصل. احنا النهارده عندنا فقرتين هنتكلم في الموضوع ده، وكمان عندي فقره فيها شاعر مهم جدا هنتكلم عن ديوانه الجديد وهنتكلم عن كلمات الاغاني المهمه اللي كتبها، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من مدينة رشيد بقى الجميلة جدا اللي ليها تاريخ كبير سواء كان في الطبيعة الجميلة او في الستات، عشان البرنامج ده انا منحازة جدا، منحازة شوية كبيرة يعني للستات. ستات رشيد بالمناسبة يا جماعة لما الحملة الفرنسية نزلت على مصر ازاي هم ضربوا الجنود بغطيان الحية النحاس، يعني مقاومة على حق ربنا. يعني احنا النهاردة بيشرفنا واحد من ابناء رشيد هو الشاعر جابر طلبة، والشاعر جابر طلبة عنده ديوان مهم موجود في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الكتاب ده اسمه 15 جنيه، وهو شاعر عامية بيكتب الشعر من هو عنده 25 سنة. هنعرف تفاصيل اكتر عن كتاباته وعن ايه اهم القضايا المعني بيها في هذا اللقاء. يا مساء الخير. اهلا بيك، نورتني. بكتب الشعر من وانا عندي 11 سنه. 11 يعني سنه 25 سنه بكتب شعر. الله، 11 سنه. بص هو انا تقريبا بيتهيالي ان احنا اول ما بيبقى بنعرف نمسك القلم اول حاجه بتتفتق ليها ذهننا او بيتفتق ليها ذهننا ان احنا نكتب شعر، نحط كلمتين جنب بعض. طبعا في اللي بيبقى فعلا شاعر حقيقي وبيكمل، وفي اللي هو ايه بس بيجرب، بس كلمات منثوره جنب بعضها ويقول لك انا بكتب شعر.
الفكره دي بقى الاول جات لك ازاي؟ وده دليل ان انت كنت بتقرا من وانت صغير. والدي بيكتب شعر. ايوه يا سيدي. طبعا اول ما بديت اعرف عقلي وامسك قلم وكده وشفت والدي بيكتب شعر كنت باخد اشعاره واقولها في الاذاعه المدرسيه. فواحده في واحده بديت انا اكتب واروح اقول له بص يا بابا انا كتبت كذا كتبت كذا. بعد كده لما بدات اكبر بقى انضميت لنادي ادب رشيد. وبدات بقى ادرس الشعر واكتب شعر بقى بجد. طب انت درست ايه؟ درست يعني خريج لغه عربيه؟ لا دراسه الشعر درست العروض واللغه. برافو. في الشعر دراسه الشعر في نادي الادب في قصور الثقافه يعني. تمام. لكن انا مجال شغلي بعيد عن الشعر خالص. يعني انت مالكش على لا هو الشعر ما فيش حاجه بعيد عنه، الشعر زي ما قيل يعني هو ديوان العرب فما فيش حاجه بعيد عنه. بص بقى انا بتكلم كتير، انا مش عايزه اتكلم كتير، عايز اسمعك النهارده، يعني عايز اشوف انت ايه القضايا المعني بيها، ايه انا عارفه ان انت بتكتب بالعاميه مش كده؟ والعاميه يعني الناس كلها بتحبها وعندنا شعراء عظام كتبوا العاميه بدايه من بيرم التونسي وصلاح جاهين مرورا بقى بالخال واحمد فؤاد نجم وغيرهم وغيرهم من اللي كتبوا بالعاميه واللي عملوا تاثير عند الشباب. انت مين اللي بتحبه او هو ده اللي كان النموذج اللي انت شايفه ان هو بيسلطني لما بسمعه؟ لا بص حضرتك انا مؤمن جدا بالمقوله اللي بتقول كل يؤخذ منه ويرد الا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. لكن اي كلام بشر بناخد منه حاجات وبنسيب منه حاجات. لذلك الشعر اي شاعر في الدنيا ممكن تعجبني ليه قصايد وقصايد تانية لا ما تعجبنيش. انا شخصيا ممكن قصايد ليا تعجب الناس طبعاً. وقصايد تانية ما تعجبش الناس. فانا بقرا الشعراء كتير جدا وزي ما قلت لك كده اخذ وارد. طب مين اكتر حد حاسس انه انت يعني انا شخصيا مثلا بيرم التونسي ده يعني حاجه بالنسبه لي انا عبقري؟ اكتر حد قريب لقلبي في الشعراء هو طبعا عم احمد فؤاد نجم الله يرحمه. طب ده اكتر واحد بحبه شخصيا يعني. هو كان شخصيه جميله جدا كمان. لا هو مبدع يعني. احمد فؤاد نجم واحد من المبدعين. افكركم بقى باجمل حاجاته مصر ياما يا بهيه مع الشيخ امام، وواحدة من أروع 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 الكلمات مصر ياما يا بهية يام طرحة وجلبية. الزمن شاب الزمن شاخ وانت شابة هو رايح وانت جاية مصر ياما يا بهية. ده واحد من العباقرة الحقيقة. طبعا هتسمعنا ايه؟ هنبدأ نقول قصيدة اسمها أنا زعلان. ليه؟ ما نبدأ بطاقة إيجابية. زعلان ليه؟ عندي موهبة مش حزن. هو شجن الشاعر. اتفضل. ف بتلاقيها في الحتة دي دايما يعني. اتفضل. شوية شجن كده. اتفضل. أنا زعلان ومش قادر أكلم حد. أنا زعلان ومش قادر أكلم حد. حقيقي بجد متضايق لأبعد حد. ومش فايق ولا طايق ولو حتى زهور الورد. أنا المجروح أنا المذبوح أنا بتهد. أنا حبيت وعشت في الهوى أوهام. رضيت ليها أكون خدام أحلي ليها دنيتها وأزرع ليها فرحتها عشان تفرح وتجرحني وتملى عمري كله ألام. أنا اللي طلعت أي كلام وعشت سنين في وهم كبير بيذبحني وأنا فرحان وأقول دي حبيبتي وعينيا وعاطي أمان. أقوم الصبح من بدري أكلمها وأقول عطشان وتسقيني الهوى مسموم وأترجاها هاتي كمان وأقضي اليوم ما بين عاشق وبين ولهان وأسهر أغني للقمرايا تحكي لها
عامل فنان واستناها تتكلم واسمع صوتها بيسلم، فاعرف انا اللي طلعت اي كلام، انا المذلول عشان ضحكه ولمسه ايد، واعوم في الذل واتغطى عشان اقدر اخد مواعيد ويبقى العيد، واروح واجري وقلبي يجري يسبقني ويحضنني. انا اللي رضيت اكون موهوم، انا اللي رضيت اكون موهوم فاستاهل، انا جاهل ما كنتش اعرف ان الغش بالساهل. طب ازاي كنت هتخيل وانا عيل فرح بحبيبته وهواها وعاش الحب وياها وكانت مره؟ طب ازاي كنت هتخيل بان قصه مره دي كانت مره وهي فاتت؟ ولو سالوني عنها الناس هقول ماتت، وانا زعلان عشان ماتت، وهرفض اصلي جنازتها ومش رايح ازور القبر. يا رب الصبر على حزني، يا رب الصبر. جابر انت بتقول باداء عالي جدا لدرجه انه انت يعني انا حزتك بقى على الاداء، ربنا يخليك. ايه المشاعر الجميله وايه الاداء الحلو ده؟ انت عارف انه في كتير جدا بيكتب شعر بس ما بيعرفش يبقى عنده اداء، يعني ما بيقدرش. انا كتبته يقدر اي حد يقرا الديوان بمنتهى الحريه، لكن انا ما بعرفش اعبر. في ناس كتير كده، ودي بقى من اللي ربنا يعني اظن ان هو مش راضي عنهم قوي، لانه الفكره انه انا كتبت فازاي اقدر اعبر. انت بتقول باداء شكله حلو قوي قوي قوي. في الالقاء الحمد لله ربنا من عليا بنعمه الالقاء من صغري، يعني كنت دايما في المدرسه باخد جوائز الالقاء. لا ده مش الالقاء بس، ده انت الالقاء والبادي لانجوج بتاعتك كلها بتتكلم وعينيك، وكنت هتخليني اعيط على الحاله. لا لا يعني لا. ارجوك مش كده يعني. طيب ال 15 جنيه 15 هي 15 جنيه مصري 15 جنيه مصري 15 جنيه مصري. أنا مش فاهمة العنوان قوي، مش فاهمة أنت ليه إسقاط على حاجة معينة، إسقاط سياسي مثلا ولا إسقاط اجتماعي؟ ليه 15 جنيه مصري؟ 15 جنيه مصري هي قصيدة القصة واقعية لحد كانت والدته تعبانة عندها مشكلة في القلب وكانت محتاجة تعمل دعامات في القلب، فلف بيها على المستشفيات وكده، وهو كان الحاله الماديه ما تسمحش انه يعالجها فعلا. فانا بحكي بقى القصه اللي دارت في الموضوع ده في القصيده. طب انا مش يعني احنا مش هنسكت، انا مش عايزاك تمشي وانت زعلان ابدا يعني. بص انت زعلتنا كلنا على الحاله يعني. بص كل شاعر عنده مفردات خاصه بيه، عنده لغه تخصه، عنده موضوع مهتم بيه. يعني انت النجم الكبير احمد فؤاد، نجم الايقونه اللي انت بتعتبرها من افضل الناس اللي كتبت الشعر، كان عنده قضيه مهتم بيها ومعني بيها، المهمشين والانسان ومصر، وصور بقى مصر حبيبته دي باكتر من شكل وباكتر من هيئه وباكتر من طريقه، والناس والمهمشين زي ما قلت. جابر ايه قضيته اللي طول الوقت انا شايفاك بادئ رومانسي؟ ايه هي قضيتك؟ ايه الموضوع اللي شغلك وطول الوقت انت بتلاقي نفسك دايس فيه على طول؟ دايما انا بحب اكتب ما بين هموم الناس وهموم العاشقين. رومانسي يعني. يعني شجن الحب وشجن الوطن، شجن الناس. بدأت رومانسي فأكيد هنسمع 15 جنيه مصري علشان ننسى الرومانسي. أرجوك لا، أنا نسمع رومانسي ليه؟ بالعكس احنا عايزين نفكر ننظف ودان الناس من اللي بتسمعه، احنا عايزين نسمعهم كلام حلو ورومانسي وجميل وكل حاجة. أنا بس يعني بنكشك الحقيقة، لكن سمعنا اللي أنت عايز تسمعه. طب نقول قصيدة الديوان 15 جنيه مصري يلا الأول. يلا اتفضل. 15 جنيه مصري، وكان وياه 15 جنيه مصري مخبيهم من الأيام عشان يمكن تجيله ظروف، شايلهم تحت مرتبته وكان خايف عليهم خوف،
ما كانش يخاف على فلوسه، لكن كان حلمه طول عمره يعيش مستور. وقال وقت ما اكون محتاج هيحموني من الحوجة، مع انه فعمره كله كان محتاج. ساعات ياما يكون ملهوف على سجارة بنص جنيه، عكوباية عصير مانجا، لكنه كان بيستخسر في نفسه كتير. ما كانش بخيل، لكنه كان مليه الخوف من الأيام وأسوتها. ويا ريتها، ويا ريتها سابت قلبه حزين وخلاص، يا ريت كان عايش. تعالوا يا سادة يا سامعين، هقص عليكم القصة من الأول إلى الآخر، وصلوا على النبي المختار عشان محتار. هنبدأ الحكاية من المستشفى الميري لمستشفى جهان العام، من المستشفى الميري لمستشفى جهان العام. بتجري أمه مقهورة وشايلة من ضلعها آلام، تعدي شهور سفر أيام، ولا واحد بيرحمهم ولا واحد يقول ده حرام، عشان الفقر ملازمهم. وفي بلادي بتدخل أي مستشفى سؤالهم هات هتدفع كام، وفي بلادي بتدخل أي مستشفى سؤالهم ها هتدفع كام. معكش يبقى مش لازم تعيش أصلا، وما تبرطمش كتر كلام، هيبقى معادة بس إزاي، هيبقى معادة بس إزاي. وراتبه من حكومتكم ما بيكفيش لنص الشهر، ده كل يوم يعدي عليه عيني بقهر، وراضي بصبره وقليله، لكن تبقى حياة أمه جزات ومهر، عشان رافض يكون بينهم، مفيش عايش هنا غيرهم، وليهم صوت وليهم ضهر، لكن إحنا نموت عادي، ودي بلادي. من المستشفى الميري لمستشفى جهان العام، ألام فألام، ويعمل إيه بقى المسكين، يكلم مين وهو يدوب محوش تحت مرتبته 15 جنيه مصري. رئيس الوزراء العام الماضي أو يمكن قبلها بسنة كمان أصدر قرار إنه أي إنسان هيروح مستشفى هيقولوله ادفع كام أو هتدفع كام، يعني يتعمله محضر. أحياناً في طبعاً اللي حصل ده هو صورة للواقع الحقيقة يعني، بس إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله التأمين الصحي الجديد أو منظومة التأمين الصحي الجديد تعفينا تعفينا. في قرار كمان طلع بمنع قوائم الانتظار. طبعا لا لا احنا عندنا ده حقيقي يعني، لكن فكره انه ها هتدفع او ها ما معكش او لا ما عنديش مش هستقبلك لحد ما تدفع، محضر فورا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. دي حته بس كده في النص يعني، منظومه التامين الصحي الجديده تعفينا من هذا المشهد. بس لو ما كانش في المشهد ده ما كانش هيبقى عندنا قصيده حلوه جميله جميله. احنا بنشوف هيعرضوا لنا صور الديوان ده يا جماعه، صوره الديوان اللي معروض دلوقتي في معرض القاهره الدولي للكتاب. كل سنه وحضراتكم طيبين. في دار اسكرايب للنشر والتوزيع، صاله 2 صاله 2 دي 40 طيب. عشان صاله 2 عايزه اعرف انت واضح انه الأول قولي نادي أدب رشيد، واحد من رشيد مدينة جميلة وليها تاريخ مهم في الإبداع وفي الثقافة وفي الشخصيات المثقفة اللي خرجت منها، أنت حاسس إيه المفروض يكون موجود دلوقتي علشان الولاد بقى الجداد؟ إحنا بنطالب يبقى فيه في رشيد قصر ثقافة
يعني احنا طالبنا كل الناس كل رشيد ما فيهاش قصر ثقافه، ما فيهاش قصر ثقافه، عندنا بيت ثقافه شقه في عماره وعماره قديمه كمان. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا لما بنعزم حد عندنا في بيت الثقافه بنبقى محروجين. فاحنا طالبنا كل المسؤولين والناس وعدتنا ان شاء الله ان شاء الله يكون عندنا قصر ثقافه. فلو اتعمل فعلا الحلم دوت، الاستاذ عادل الغماز والاستاذ سيد ابو احمد جروا على الموضوع ده كتير كتير. لو اتعمل الحلم دوت هيفرق معانا جدا، لان طبعًا احنا عندنا في رشيد، عندنا في رشيد مواهب كتير جدا في كل المجالات. صحيح. بسم الله ما شاء الله. بس طبعا لما يكون في قصر ثقافه حاجه ثانيه طبعا هتجمع المواهب دي. طيب احنا بقى سمعنا يعني قصتين الحقيقه برضو بدون ما تقصد، واحده اذت مشاعرنا من الناحيه العاطفيه وواحده اذت مشاعرنا شويه كصوره فيها ام ومرض وحاجات كده. انت لازم، انا لازم النهارده اخرج الطاقه الايجابيه اللي فيك، انا عايزه ادور عليها الحقيقه. لا شوف لي حاجه فيها فرحه كده وبهجه وطاقه ايجابيه لو سمحت. لا هو انا هقول لحضرتك قصيده فيها ضحكه بس برضه ما فيهاش طاقه ايجابيه. لا مش ممكن. طب يلا احنا هنديك طاقه ايجابيه، ادينا انت ضحك. بدور على الطاقه الايجابيه عندي من 25 سنه مش عارفين هي فين. بس انا مش كئيب والله، هي الموهبه بس كده، لكن انا مش كئيب. طيب سمعني. طيب هقول لحضرتك قصيدة اسمها شافت الأجندة. اتفضل. شافت الأجندة، شافت الأجندة وقطعت كل المعاني اللي في حياتي كتبتها. شافت الأجندة وقطعت كل المعاني اللي في حياتي كتبتها. ما كانتش عارفة إن عمري جوا ورقة منها. سابتني ببكي وسط وابل من صراخها وكبرها. هي تقول علي خاين وانا مذهول من فعلها. من بيبة ديت يلي انت لسه جوزي؟ التفت وبهدوء بصت لها، شايفة الدرج الكبير اللي مليان بالورق، شايفة أشعاري الكتير اللي حطاها اتغلق، شايفة عمري اللي اتسرق. بيبة دوت ملكها، يعني لما في لحظة جيتي وشلتي كل ذكرياتها من الأجندة مش كفاية. بيبة عايشة في كل حتة في الحكاية، يعني لو هتموتيني هكون سعيد وهروح لحد عندها. ما انا بمماتي هروح لها. ادائك برضو لكن لا دي لطيفه، عارف مشهد حلو. صوره، انا ملاحظه ان انت عندك الصوره الشعريه مكتمله، يعني انت بتحسسني ان انا قاعده قدام حقيقه مش 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 مجرد خيال. يعني الصوره عندك صوره واضحه وتحس ان انت قاعد على قدام على خشبه مسرح شعري. حد قادر يوصل للناس ما يبقى الشاعر. هو الشاعر لو مش ماسك المايك وواقف على المسرح وكل اللي قاعد حاسس ان هو بيتكلم بالنيابه عنهم، صحيح، ما يطلعش المسرح، ما يطلعش المنصه. صحيح. فلما بتكون الصوره في موضوع معين اكيد انا بقصد ناس حاسه بيه، ناس حتى لو مش انا. ما هو ايوه، لا اشكاليه انه انت بتكتب عشان قضيه تخصك، دي اشكاليه احنا الناس اتكلمت فيها كتير جدا. يعني مش بالضروره ان هو لو كتب قصيده عن فراق يبقى هو كان بيحب وفارق، او عن الم يبقى هو كان عنده نفس المشكله. دي اشكاليه كبيره. وان كنت انا بشوف انه تجربه البني ادم الفنيه الانسانيه بتاثر في تجربته الفنيه. أكيد. يعني في ناس، عفوا في التعبير، جبله. يعني ممكن حضرتك تكون قاعد فعلا في مستشفى، انت رايح تزور مريض تاني وبتشوف مشهد، فبتروح تكتب قصة عنه او قصيدة عنه او مشهد في فيلم عنه، لانك انت حسيته اتأثرت بيه بشكل كبير. وفي حد تاني مش في دماغه، يعني مش كده؟ هو اللي بيفرق ان الشاعر عن الانسان العادي ان الشاعر ربنا سبحانه وتعالى اعطيه حاجة بتكبر الموضوع. يعني لما يشوف فرحة الفرحة بتكبر في قلبه جامد. لما بيشوف دمعة الدمعة بتكبر في قلبه جامد. وربنا عطيله ان هو قادر يصوغ الكلام ده بقى في ورق. احنا الوقت بتاعنا خلص، بس انا مش عايزة اخرج غير لما نسمع حاجة يا دمها خفيف يا مضحكة، يا مش مضحكة يا فيها طاقة ايجابية.
دور بمكاش، دور تعبتني معاك، قول لي بس. حلوه حلوه اللي فاتت الحقيقه. والله انا كنت محضر قصيده ثانيه، بس هقول بقى قصيده فيها طاقه ايجابيه بقى. طيب يعني الله يخليك، الله يخليك، اديني طاقه ايجابيه. اتفضل. انا الشاعر. انا الشاعر، انا القادر اعدي الشمس واتشعبط في كام نجمه واتمرجح مع نسمه معديه. انا القادر اهد الدنيا وابنيها بكام كلمه في اغنيه. فاياكي تكوني في سكتي حاجز، انا عمري ما اكون عاجز. هتلقيني بشخبط اسمك المرسوم في دواويني وبمحيكي باستيكه ولو فكرت تمحيكي. فخليني عشان خاطرك اهد الدنيا وابنيها، ولا تخليني من بعدك اعادي كل شيء فيها. انا اللي سهرت طول الليل مع الاشعار عشان خاطري بدفيها وداويها، وصرت جنبي طول الليل بتحميني وبحميها. لكن ممكن اكون مارد اشيل صورتك من البرواز وارميها. فمش عايزك تكوني قصيدة من الماضي، تكون اخرك دموع العين. انا عايزك تملي جنبي وقصادي، تكوني فرحة الدواوين. انا الشاعر، وقالوا عني يوم كافر ويوم سافل ويوم شيطان ويوم ولا عارف العنوان. كتير يا ما قالوا عني، لكني كالجبل منصوب ولا فارق معايا الطوب على صدري. ومهما كان انا الشاعر، لمين هسمع وانا اللي الكلمه من فمي كما البركان. الله الله. الشاعر جابر طلبه اللي نورني النهارده من رشيد، 15 جنيه مصري اسم الديوان الموجود في معرض القاهره الدولي للكتاب. نورتني، وتحياتي لكل رشيد واهل رشيد. شكرا ليك ونورتني، بشكرك شكرا جزيلا. قلت لحضراتكم انه هنستنى تليفوناتكم وهنتكلم عن ليه لما نحب نشتم نشتم بالست، ليه لما نحب نضايق نضايق بالست، ليه معتبرين انه ابن الست ده يعني تربيه ناقصه الحقيقه شويه. بعد الفاصل هستنى تليفوناتكم. اهلا بحضراتكم مره اخرى. انا هتكلم النهارده في موضوع ارجو ان الناس تفكر فيه، بس يعني ارجو كده كلنا نفكر فيه. لما نحب نشتم حد بنشتمه بمين؟ بنشتمه بالوالده. ولما نحب نضايقه نضايقه باخته. ولما نحب نبقى في حاله من حالات الرجاء او التوسل نقول له وحيات ابوك تعمل كذا. ايه الازدواجيه اللي المجتمع بيمارسها دي؟ تفاصيلها كتير واسبابها كتير. وليه بنعتبر ان الولاد اللي الست لما انفصلت عن جوزها ربتهم فيها مشكله، تربيتهم فيها مشكله، ونبدا طول الوقت نحس ان هم يعني ما بين قوسين كده تربيه ناقصها تفاصيل كتير. ولما نحب برضو نشتم في الشارع بنشتم بالام. ما هي حضرتك اللي بتتلفظ بهذه الالفاظ، ما هي انت خلفتك واحده ست. ليه التفاصيل دي طول الوقت موجودة في مجتمعنا؟ إيه أسبابها؟ إيه الداعي ليها؟ هنعرف بقى أسرارها في أصل الحكاية مع ضيف اللي مشرفني، الأستاذ أحمد القاضي، خبير العلاقات الأسرية. مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك أستاذ إيمان، وإزاي حضرتك ومنورة مكانك. نورتني. الله ينور عليك يا رب، ربنا يبارك فيك. الأول متفق معايا في اللي أنا بقوله ولا لأ؟ أنهي اتفاق في أنهي حتة؟ إنه إحنا طول الوقت لما بنحب نضايق بنضايق بالأم. لما بنحب نغيظ بنغيظ بالام. لما بيحب حد يبقى مش متربي شويه وعايز يوجه لحد اهانه يوجهها برضو بالام او بالاخت او يعني بالعنصر الانثوي اللي في العيله. تمام. برغم ان ممكن يكون في رجاله هم وجودهم انا 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 لنا من القطب اللي بيقول اقتلوا الرجاله، وانا من القطب اللي بيقول شيلوا الرجاله على على واهم حاجه كتاف الراجل. انا من القطب المتوسط اللي هو شبه المتزن العاقل يعني. الست لكل الأديان اللي في الدنيا كرمتها أكيد، إلا المجتمعات العربية لما تحب تمارس الضغوط اللي هو الضغوط السافر تستخدم الأم. ليه؟ صح، ده كلام أنا متفق مع حضرتك في جزء كبير منه. اتفضل. عايزين نعرف بقى أسبابه. على نقطة إن كل ما هو غالي ونفيس أكيد ليه تقدير كبير عندنا. فإحنا لما بنيجي نهز صورة حد أو نهز كيان حد
فممكن نلجأ بجزء كبير على الجانب الغالي اللي فيه اللي هو الأم أو الأخت أو البنت. فبالنسبة لنا العنصر الإنساوي في حياتنا إحنا كمجتمعات شرقية عموما تهمك جدا الست أو الأم أو أيا كان. حتى ممكن ناس كتير تتكلم مثلا على زوجاتها تقول لك الجماعة ما يذكرش اسمها أو يجي ينده على حد مثلا ينده باسم ابن الكبير يعني ينده من تحت المنطقة كلها عارفة اسمها بس يعني هو ما يجي ينده باسم ابن الكبير. ديت برضو عشان بس بيحافظ على كيان أسرته بيحافظ على اسم زوجته أو كده. المسمى الأكبر زي ما حضرتك ذكرتي فكرة الأم وأنا سمعت حضرتك في الانترو في بداية الحلقة على فكرة إن الناس ما بتيجي تتفاعل مع بعضها وتتعامل مع بعضها أو حتى تيجي تهزر مع بعضها أو تغلط في بعضها بتستخدم دايماً الأم لأن الأم غالية عند الكل وإحساس الشخص لو وصلت الإهانة لأمه بشكل كبير بتأثر جداً عنده جداً لأن الأم هي البذرة الأساسية اللي جابته في المجتمع هي اللي وصلته للحياة هي اللي خلته ينزل الكون وينور. فبالنسبة إن أي شخص بتتأثر والدته أكتر إن هو لما بيجي حد يسبه أو يقذفه يعني ده مش بتأثر فيه أوي. يعني قصد حضرتك إنك تقول إنه الفكرة دي لما بستخدم الشتيمة الخاصة بالأم أو الإهانة بالأم أكتر. أنا عشان أغيظه قوي لأنه أنا كده. يعني ضربته في مقتل أتك عليه أوي بالظبط كده مش تقليلا من قيمة المرأة من قيمة الأم مش تقليل منها لا بالعكس بقدر إن أنا ده هو كده ده التزويد الأكتر. يعني عارف أنت حضرتك لو استخدمنا أسلحة وفي مثلا طيران طلع يقصف فبيجيب الأهداف الاستراتيجية الأكثر أهمية ويضربها عشان يخلي الجانب الآخر يعني يتأثر أكتر يتشل دفاعيا أكتر صح. فبالنسبة له أنت لما تيجي تضغط على شتيمة تضربه في مقتل يعني مقتل بالضبط والدتك تحديدا يعني للأسف معظم التعاملات ما بين الشباب وبعضهم أو حتى في الخناقات لما الناس بتنزل للأسف بيستخدموا حاجتين اتنين لما بينزل في خناقة حتى عربيتين خبطوا في بعض أو ناس نازلة تخانق مع بعضها كجيران بيستخدموا حاجتين اتنين الأم والدين. حلو يعني ده تعظيم دول الأم أغلى والدين. حاجة بقى يعني يخش جدا في الدين ويحس بسعادة قوي إن هو قذف الدين. وعني على فكرة أنت عندك أم وعنده أم انت عندك دين وانتوا الاثنين يمكن تكون من نفس الدين وحتى لو مش من نفس الدين هو عنده دين يعني انا افترض ان هو حتى لو من ديانه مختلفه ما انا بقول لك ده هو يعني حتى هو مش مقبول في كل الاحوال ان حد يسب دين الاخر ولكن تخيل ان هو ممكن يكون بيسب الدين بتاعه اللي هو دين نفس الشخص نفسه يعني فهنا بيشتمه بالام فاكيد التاني بيسبه بامه فبتلاقي الموضوع فتح قوي او وصل لشكل ما كانش الطف حاجه في التعامل. نقطه مهمه جدا والله حضرتك نورتنا بيها فكرة إنه هو فعلا في الخناقة دايما في عنصرين سب ده وسب ده الأم والدين بالظبط ده نسل وده عرف ده نسلك أنت من أمك والدتك والجزء التاني خاص بالعقيدة اللي جواك الجزء العقائدي اللي جواك فبيحاول أنا بقصف أعلى اتنين فيهم بالظبط. طيب عرفنا بقى النقطتين دول وأنا بشكر حضرتك جدا على الجزئية دي والله حقيقي إضافة. يعني إحنا عندنا نسبة كبيرة جدا من الستات يا مطلقات يا أرامل في المجتمع تمام. طيب وإحنا في السنوات اللي فاتت دي كان عندنا الحقيقة يعني إن سميناها طفرة فإحنا عندنا طفرة عالية جدا في نسبة الطلاق للأسف الحقيقة ده شيء مؤذي طبعا إحنا بكل تأكيد فيه بس مؤذي. إحنا أيا كانت الأزمة لازم نعالجها نتعايش معها كمان ونبتدي نعالجها. عندنا أزمة كبيرة جدا إنه الست تبقى مطلقة وإحنا كلنا نبقى عارفين الحتة بتاعتها أو الشارع اللي هي قاعدة فيه أو العيلة بتاعتها عارفة إن هي تعبانة قد إيه وشايلة مسؤولية ولاد إن كانت مسؤولية مادية أو مسؤولية اجتماعية أو أمان وتوفير حاجات كتير ليهم ومع ذلك نيجي نضغط على الجزئية دي. هو لما رايح يخطب هو بابا فين؟ لا بابا منفصل لا عن ماما. بابا منفصل عن ماما. هنا تحس إن في أزمة كده حصلت بابا منفصل عن ماما يعني ماما دي طلعت مش ولا بد الحقيقة بيحملوها للست أكتر كل التفاصيل. ليه برضو إحنا هل جايين على الجانب الأضعف ولا زق يعني إيه الأسباب وليه ونبقى متعلمين والناس حاصلة على درجات علمية مهمة وبرضو جدا عندهم نفس الفكرة بالزبط. هو حضرتك قلتي من شوية هي كانت قبل كده مش موجودة بس دلوقتي من تكرار وتعدد حالات الطلاق المنتشرة فأصبحت عادة خلاص بقى طبيعي يعني للأسف دي حاجة مش كويسة ازاي مش كويسة كأن الكيان المجتمع وبنيان المجتمع بيتهز بفكرة الانفصال والطلاق اللي بيحصل ما بين الأسر وبعضها لكن أما تلاقي كتير جدا ممكن تلاقي أصلا الابن اللي رايح يتقدم للبنت والده والدته منفصلين أصلا ففكرة الانفصال بقت كتيرة قوي بس زي ما حضرتك ذكرتي من شوية
اللي هي ممكن يتجوز بنت واحده ارمله وممكن يبتعد عن واحده ممكن تكون مطلقه مع ان هي الفكره واحده. بس خليني طب اسالك بس هنا لا بس في قرار هنا قرار بين الغياب والتغييب. يعني ايه الفرق بين غياب اب وتغييب او تغييب اب؟ مجبر على التغييب. في ابهات ما بيبقوش عايزين الوضع يوصل لمرحله الانفصال ولكن بيجبر على الانفصال، بيجبر على انفصال او خلع، بيبقى دفعا ان هو يتنازل عن كيانه في البيت ويسيبه ويمشي. هو ما كانش راضي عن كده، ولو سالتيه 100 مره انت راضي بالوضع ده؟ اكيد لا مش راضي، وما كانش حابب ان ده يوصل. لكن مع ظهور بعض القوانين اللي شويه اطفت على السيده او على الامراه قدره انها تاخد قرارها بنفسها، والعاطفه هنا بتغلب في بعض الاوقات وانا استحمل ليه، فبتبتدي البيوت في بعض الاوقات بتنتهي وبتتلاشى. فبيحصل هنا ايه بقى؟ ان الراجل بيرجع فكره التغييب اللي حضرتك قلتيها، هو غيب غصب عنه، غيب. وغيب هنا ليست مبنيه للمجهول لكن مبنيه للمعلوم، والمعلوم هنا هو الزوجه او الزوجه او اسره الزوجه ممكن يكونوا سبب في تغييب الزوج في بعض الاوقات. لكن في الجزء الثاني اللي هو الاب اللي لا يتحمل مسؤوليه، اللي مش فارقه معاه الاسره بكل كيانها، هو كان مقضي الموضوع شويه هزار وتهريج فقرر طواعيه الانفصال وان هو يسيب ولاده. وللاسف كمان الواحد بيحمله جزء كبير جدا من المسؤوليه ان هو ما بيصرفش على ولاده ولا بيهتم بيهم ولا بيبقى مهتم بعلاقته بابنائه اللي هم اصلا يعني بذره هذا الزواج، ان يعني ظهر للمجتمع جيل جديد المفروض احنا بنسلمه نشء جديد. ما خلاص اوكي، ما حصلش توافق ما بين الاب والام، حصل انفصال، ما نكملش بقى على فكره ان احنا ننقطع تماما علاقتنا باولادنا وما نهتمش بكل تفاصيلها. حضرتك احنا لما بنطلق بيطلق العيله بيطلق البيت. أيوة كله. ايوه ايوه صح. الزوجه بالاولاد بتبقى من ناحيتين للاسف، عشان او ممكن برضو الزوجه نفس الفكره، يعني ما تخليش ولاده يكلموا باباهم ولا يشوفوه ولا يتواصلوا معاه ولا وده مش صح. في الاخر انت اللي هتدفعي الثمن، وفي الاخر هو انت كمان هتدفع الثمن، لان دول ولادك وانت مسؤول عنهم. فانت مسؤول عنهم لحد يوم الدين، مسؤول عن مصاريفهم، عن تربيتهم. يعني الكلام اللي احنا درسناه على مدار حياتنا كلها على فكرة ان الام هي المسؤولة عن التربية، والام ديت هي الكيان اللي احنا والاحتواء والحضن، هما الاثنين يا استاذ احمد مسؤولين عن التربية. يعني أيوة، ما انا بقول لحضرتك ده شيء مهم انا جداً. مش في نفس الوقت واحنا بنقول كده امهاتنا اللي كانوا بيربونا، مدرساتنا الافاضل اللي كانوا معانا في المراحل بالذات الاولانية في حياتنا اللي هي من الروضه والكيجي وبعدين بعد كده الابتدائي، دول بالذات كانوا بيعلمونا كويس ان ماما وبابا وازاي ولي الامر استدعاءه ده كان شيء عظيم جدا. صحيح. وازاي ان والدتك تبقى بالنسبه لك حد مهم جدا في عيد الام، وكل يعني وكل سنه وكل ام طيبه ولا قرب اهوت. كنا دايما لازم نجيب هديتين، هديه للام وهديه للمس. صحيح. هديه على اعتبار ان هم كانوا فعلا دول كانوا بيربونا صح، وكانوا بيهمونا، يعني كانوا بيبقوا مهتمين جدا بالتفاصيل بتاعه ان احنا نحافظ على علاقتنا جدا بامنا. وزي ما قلت حضرتك كده، احنا كنا بنتاثر جدا بفكره ان حد يقذف حد او يشتم حد بالام او يسبه بالام، لان الام بالذات تحديدا كانت تفرق كتير قوي مع ناس كتير. وانت عارف حضرتك بقى كمان برضو فكره اليتم، كان دايما في مثل يقول لك ما يتيم الا يتيم الام، فكان صحيح. دايما اليتيم يتيم الام بيتاثر اكتر. صح. بوضعيه ان امه مش صح. موجوده. ده لان امهاتنا وامهات المصريات عنصر الحنان، يعني هي الحنان احنا بنفتقد بقى، يعني في حاله غياب الاب. الاب هو المسؤول عن قوام البيت، المسؤوليه التامه والرعايه، ولكن الام هي الحنان. وانت تقدر تعيش في بعض الاوقات حنان بلا رعايه، لكن ما تقدرش تعيش بدليل ان الاسره فعلا بتتفركش لما الام بتموت. بالزبط. ما بنتجمعش تاني زي ما كانت موجوده وتفاصيلها. فعشان كده انا بقول على فكره ان هل هي الست او الام نصف المجتمع؟ انا شايف انها من وجهه نظري بقى، احنا كرجال وانا بقولها بصراحه وليس تحيزا للمراه، هي اكتر من النصف بشويتين. يعني الام فعلا هي النص واللي بتنجب النص الثاني، يعني هي النص ونص الثاني، هي اكتر من النص بشويتين. الام او الست لا تمثل جزء كبير جدا من المجتمع، وانا بتكلم هنا على الست كامراه، واخد بال حضرتك، وليس كأنثى. يعني هناك فرق بين الأنثى والإمرأة. الإمرأة اللي هي عايشة جوه قالب الإمرأة، وليست الأنثى بس في البطاقة، ولكن هي لا تحمل كل معاني الأنثى، بدليل إن إحنا عندنا أمهات هم ما خلفوش،
وبنعتبرهم ان هم دور مهم جدا في تربيه ناس كتير. صح. عندك مدرسات ما اتجوزوش وما خلفوش لكن عاملونا معاملات مهمه جدا. عندك جيران بنعتبرهم امهات وهم عندك عمتك ممكن تكون ما اتجوزتش لكن ربتني، خالتي ما اتجوزتش لكن ربتني، بيحصل ده كتير. دول بيحصل. امهات وكتير ومتبرعات، وبتبقى الجيران ممكن الستات تودي الولاد عندها، واعرف نماذج كتير جدا موجودين فعلا وهم كتير حوالينا بتاكل وبتراعي. المراه الصعيديه ليها خصوصيه شديده جدا. الحالة الست اللي بتربي ولاد سواء كانت بانفصال أو كان حالة من حالات الترمل يعني، هي ست كده ليها مكانها، تحس إن هي يعني في 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 حاجز كبير جدا. حتى الشتيمة ما بتبقاش بالأم يعني في الصعيد مصر لما بيبقوا أنا عايزة أهينك أهينك بأنه أنت يعني أصلك مش اللي هو قد كده، لكن ما يجيش ناحية الأم. بالظبط. هل اختلفت بقى الأماكن، جغرافيا مصر نفسها اختلفت في الشتايم، في السباب، في تقديس حاجة أو مش تقديسها؟ يعني الصعيد الأم والحما حاجة كبيرة قوي قوي قوي، حطهم على جنب. هل احنا هنا الحياة اختلفت في القاهرة أو في العصر الحديث هنا في أكيد؟ بص حضرتك زمان كده عارفة الكومباوندات اللي رجعت تبقى موجودة دلوقتي، اللي هي بتتقفل على نفسها وبتبقى مقفولة بسياج أو بأسوار. صح؟ زمان انا كنت بعتبر ان المجتمع المصري كان متقسم لكومباوندات، والكومباوندات هنا اقصد بها مناطق ديموغرافي يعني الجانب السكني اكتر، ديموغرافي اكتر، اللي هو في سكن وناس وليهم طباع فكانت مقفوله. تلاقي الناس مثلا الفلاحين بتوع الدلتا مثلا يختلفوا شويه عن الناس الصعيديين اللي في الصعيد، او اللي موجودين مثلا في النوبه، او اللي موجودين ناحيه سينا والبدويين. كل واحد ليه طباع معينه. طب ايه اللي كسر السياج ده بشكل اكبر؟ لما انتشرت بقى السماوات المفتوحه والسوشيال ميديا وبدات الناس تعرف بعضها، فبدات يعني الناس بتنقل الثقافات بينها وبين بعض، فخلاص الميكس ده حصل فانفتحت على بعضها، الا بعض القليل اللي لسه محتفظ بطباعه واخلاقه ونفس التربيه جواها. دي ممكن تلاقيها فعلا في بعض القرى وبعض مش هقول العزب بقى والحتت والنجوع وكلام من ده، لسه محتفظين بده. اللي هي فكره حضرتك فاكره مسلسل اللي هو بتاع فاطمه تعلبه اللي كان الوتد بالظبط. فاكره حضرتك دور الفنانه هدى سلطان؟ طبعا الله يرحمها. كانت طبعا قايمه بدور كبير جدا، رائع جدا بالظبط. كانت قايمه بدور انها ام واب، وكانت مسؤوله عن اسره عيله كامله. كانت مسؤوله عن اسره كامله وعيله كامله. هنا كان لسه النماذج دي موجوده لحد دلوقتي طبعا. ولو حضرتك نزلت الصعيد الجواني والقرى والناس اللي هي بعيده شويه عن الميديا والحاجات من دي، لسه بيقدسوا دور الام اللي بتربي، وام اللي بتقود، الام اللي ما ينفعش يحصل في غيابها اي مشكله ليها علاقه بالورث، ولا اي مشكله ليها علاقه بالكلاشات اللي بتحصل ما بين الاولاد وبعضها. طول ما ماما يعني مش ماما طول ما امي طول ما امي موجوده في صله رحم موجوده وفي الحاجه استحالة موجوده، لا يعلو الدنيا تفصل بيننا وبين بعض خالص. فليه دي لسه النماذج دي موجوده، ونتمنى لان هي ديت الوتد اللي ماسك المجتمع لحد دلوقتي. صحيح. وهي اللي لسه بتنقل لنا خبراتها وحياتها اللي ممكن بقيه الناس تعيش بيه، ونتمنى ان النماذج دي تتكرر كتير حتى في المدن، حتى في الجانب الحضري بشكل اكبر. صحيح. الكلام ما بينتهيش، واستاذ احمد القاضي واحد من الناس اللي عندهم اخلاص كده وعندهم حياديه في الموضوع نفسه. يعني احنا النهاردة كنا بنتكلم عن موضوع يمكن مش هينتهي بحلقة ولا باتنين، بس محتاج يبقى عندنا تفاصيل فيه كتيرة كده. أستاذ أحمد القاضي أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتني. وأستاذ أحمد القاضي هو خبير علاقات أسرية، وكنا بنتكلم عن طول الوقت الأذية بالأم، طول الوقت عايز أأذي حد أأذيه بالأم. الإضافة اللي أنا طلعت بيها النهاردة كانت فكرة إحنا بنأذي بالدين وبالأم عشان هم أغلى حاجة موجودين، علشان كده أنا ببقى قمة الديب أنا عايزة أوصلك ليه فأشتم بالأم أو بالدين. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعة، وإن شاء الله يوم الثلاثاء القادم هيكون معانا حكاية وهيكون ليها أصل في أصل الحكاية. كنت معكم إيمان الشامية، شكرا لكم وإلى اللقاء.